الحال الحالية للحال الحالي هي جر جاري من الله زول الحال مازال هذاك جبحوره خالي الحال الحال كنسمعوا عليه الهضره بزاف. شنو هو هذا الحال هذا؟ انا كنبقى نتساءل مع راسي شنو هذه الحاله اللي كيولي فيها الانسان ملي كيسمع شي جمله موسيقيه او لا شي صناعه الاله او لا شي ذكرى او لا شي فتوح ديال الهضره او لا شي هضره ما كتعجبوش او لا شي هضره كتفرحو رياحات. شو هاد الاحوال كيفاش كتبدل دابا؟ عاوتاني دابا كي كيغير سيدي ربي وربي ربي بزاف الملك ديالو من حال الى حال. الاحوال تتغير في الانفس في الاكوان. يا قلبي خلي الحال يمشي على حاله. كل شيء يهضر على الحال. شنو هاد الحال هذا اللي كيخلينا يا نفرحوا تبان لينا احوال الفرح او الاحوال الخشوع او لا احوال العصب والانفعال والنرفزة؟ وعيسى تغناو تاو مع الحال هي الفتح واحد الهضره اللي قلت لكم الله الله مولانا تعفو يا خالقي عليا. الحال الحال يا للحال الحال الحال يا للحال الحال الحال يا للحال الحال يهيج الرجال. يعني شنو هيك الرجال تهيجهم الحال؟ هذاك الراجل اللي انت تشوفه معياب حتى واحد ما كيقدر يهضر كيقولوا الناس زمان الله يرحمهم اللي كانت غير بالغا منزله في باب البيت الهيبة ديال الرجل راه ما يهضر حد باكم في الدار ما يقول حد ما عندكم شويه باكم جا. يعني الرجل عنده هيبه وريني هذا الرجل هذا بيت يدخل الحال كيهزو كيجيب البيت الثاني كيقول لك الحال يا للحال الحال يهيج الرجالي ومن لا هزو الحال مازال هذاك جبحو راه خالي. يعني جبح ديالو ما فيه محبه ما فيه والو خاوي بحال شي جبح ديال النحل هو خاوي ما فيه عسل. شوف هذا الوصف الحلو اللي كي كيبننوا به هاد الشعراء هاد الكلام ديالهم وهاد المعاني النافذة. أنا بعدا نافذة بالنسبة لي نتوما كنتمنى تكون نافذة عندكم. أسادير هاد اللي متركوش مدادة الجو بدل ها البرد ها الشمس ها الصهد هذا والحمد لله الأحوال كتتغير ونحن نتفاعل معها بأجسادنا وأرواحنا والله يجعلنا ويجعلكم السالكين. نرجعوا للحال. هذا الحال هذا فيما يخص ميداني الفني او الصوفي العيساوي وهما راه مشروكين. ان الله يرحم عليها واحد من المعلمين اللي جلست حداهم في الموسيقى الاندلسيه سيدي عبد الصمد الشنتوف الله يشافيه ويخليه لوليداتو قال لي واحد النهار الفن اللي ما كيوصلش مولاه لسيدي ربي ماشي فن بنقص منه. الفنان اقرب للمعنى على انه يشوف ويتامل في المحيط اللي داير به لانه اعطاه الله واحد الروح خفيفه واحد الروح في شكل كتاثر بالنغم وكتعبر عليه وكتعزفو وكتغنيه دونك هو اقرب للمعنى. باش خالو سيدنا قنديتهم بزيته صغير تشعل والله يشعل ضونا وضوكم يشعل شمعتنا وشمعتكم شماعة وضو رباني محمدي نوراني تلقوا سيدي ربي على أحسن صورة إن شاء الله ويكون راضي علينا. هاد الحال هذا راه كل واحد فينا عنده شي بركة منه اللي ما عنده شوية عنده بزاف. كان فنان ولا ما كانش فنان زعما ماشي الفنان على راسه مريشه زعما راه هما اللي كان لا حنا راه البشر كلنا خلقنا الله بحال الحال وعطانا نفس الامكانيات وعطانا نفس القدرات ونفس العقل ونفس الارواح ونفس القلوب غير كتبقى كل واحد واش قلب في قلب منه قلب في الداخل ديالو شنو اكتشف وشنو باقي ما يكتشفش. والايام والتوالي ديالها والمرور ديالها كتخلي الانسان يكتشف ما غاب عنه
في نفسه وفي ضميره وفي أحاسيسه، مع أن غرض هذا القضية ديال الحال هو الإحساس اللي كيجي للإنسان وكيخليه يشعر بالتبوريشة، كتخلي قلبه يبدا يضرب بزاف، كتخليه ينوض يتحير أو لا يرقص على حسب نوع الموسيقى، كتخليه يبكي الوقت اللي تيكون قابض مصحف، قابض كيقرا كلام الله، مصحف اللي عطانا سيدي ربي وكرمنا به القرآن، تيتدبر المعاني ديالو ينساب حال من الخشوع. وهذا هو اللي مطلوب في الدين ديالنا، ومطلوب منا حنا كمسلمين، ان احوالنا كلها نربطوها بالخالق سبحانه وتعالى. كل ما كنحسو به من مشاعر تخالج نفوسنا وافئدتنا يجب ان نربطها بالحق سبحانه وتعالى. هادشي اللي غاب علينا او اللي كتدهينا عليه الوقت وكتدهينا عليه الاحترافيه أولا كيدهينا عليه التعود، والله يسمح لنا هاد التعود هذا راه ما بقيش غير الفنان بوحدو، بقيتنا كاملين. ملي كنتعودوا اننا نقراو الفاتحه كنبداو نقراوها عادي، نقراوها في الصلاه ونقراوها من مور عقد الزواج، ونقراوها من نبداو الطرح ديال الذكر ديال إساوة ولا في الدخله ديال دار الليله. المهم الفاتحه راه شي حاجه كبيره، ولين تعود تنسينا التدبر، تنسينا داك الاحساس بالعمق ديال الحاجه. هذا هو في القصيده اللي بغيت نهضر عليها. هذا الحال هذا ملي كيكون الانسان نهضرنا على راسي بعدا، نعطينا لان انا غير ما يروج في خاطري أتقسمه معكم وأشارككم فيه، يعني من تجربتي المتواضعة في ميداني اللي عشته مع شيوخ ديالي ومع الأساتذة ديالي ومع معلمين ومع فنانات عاشرت معهم ومع ناس فاعلين في المجتمع. كل واحد تاخذ منه شي بركة وكتعطي واحد النتاج. هذه البركة هذه المتواضعة كنتقاسمها معكم. أنا براسي ما كنتش كنعرف هادشي، أنا كنلقى راسي كنضرب الكمانجة واحد الوقت كنولي واحد آخر. ويلي الاحساس ماشي هو الاحساس، راه انت ولي كنت كضرب كما جا ولي، لا ماشي هو، ماشي نفس العزف، ماشي نفس النقاط. كندخلوا لدار الخدمه كاين الخدمه اللي كنكونوا طايرين فيها على الهواء، ما كنعرفوش كيف كاين الخدمه اللي كدوز ثقيله تسليم لله، شي حاجه ما تجلاش فيك الحال. قال لك فلان هادو الهضور اللي كانوا كنسمعوه حنايا، كيكون كيضرب الطبل في الزاويه وكيتجلى فيه الحال وكيلوح الطبل ما كيبقاش عاق، كيغيب وكيبدا الله الله الله، كيدخل في العماره كينسى راسو. في الزاويه الحرقيه كنكونوا انا جلست مع دوك الناس وتشرفت بالجلسه معاهم، والله يجازيه بخير اللي كان حيله وسبب انه داني الزاويه الحرقيه حجره سيد الرونده، الله يشافيه ويخليه له الصحه ويخليه لوليداتو، هو اللي خدانا بالدينا ودانا للزاويه. حنا ديك الساعه كنخدموا مع سيدي امين دبي شباب في جبل بندلوش، وزنا ودانا للزاويه وجلسنا واحد اليومين تماك وحضرنا الليله ديال هذا مع الشيخ سيد الغالي الحراق جزاه الله عنا كل خير. مع هاد القضيه ديال الحال كنكونوا جالسين كنديروا الالم. انا من بعد داكشي بليت كنمشي مرارا للزاويه لان ضربات لي الشوكه، عجبني الحال، احنا باقيين فيه عجبني الحال اللي كيكون في داك الزاويه، داك الاحوال اللي كتكون كنكونوا في الاله شويه كيدخلوا للسماع، حتى كيجي شي واحد من لهي ولا من حدانا كل مره وكينوض الله الله الله، كيبديتي يجذب، كيبديتي يذكر الله، عاد كتنوض العماره كيسميوهم الحراقيه ولا كيشعلها ولا كيشعل العماره صافي، الا نوض واحد كيتبعو كلشي. هاد الاحوال اللي كتجينا حنا وحنا ربما ما تنفهموهاش وما تنعرفوهاش، هذاك دليل
على انه فينا شي مسائل وحده اخرى من غير الظاهر ديالنا. كاين شي مسائل باطنيه خلقها فينا الله من احاسيس هي اعمق من الظاهر، من الغناء الظاهري او من العزف الظاهري اللي كنعبروا عليه بالانامل ديالنا اللي عطانا سيدي ربي. وهذا موضوع اخر اللي بقينا تنتعمقوا فيه، شكون اللي كيعزف؟ واش انت ولا احاسيسك ولا كاينه شي قوه واحده اخرى؟ لان انت كتعزف الطرف، بعض المرات كتقول شكون اللي يعزف الطرف، واش انا ولا شي حد اخر؟ ما تعرفوش منين جاك. هذا هو الفن الحقيقي. انا ماشي ضد الحفاظه، بالعكس حتى انا كنحفظ، انا كنتعلم من عند الناس، كنتعلم عند شيوخ. ما كاينين شي مسائل تيخرجوا لك انت عاد كتقول هذا كي درت له، اذا كنتي في واحد الحاله معينه في واحد الحاله خرجتك. هنا النقطه المهمه اعتذر درني بعد عندي ما ندير، الا كتسمعوني نتمنى انكم تكونوا كتسمعوني مزيان. انا حاولت نقرب التليفون باش الميساج يدوز. هنا النقطه المهمه اللي الانسان خصو يتامل فيها، وهذه الهضره كنقولها لراسي قبل ما تنقولها لكم، شنو كاين وهادشي اللي كاين خصنا نتبعوه، لان الا تبعناه غيوصلنا باذن السميع العليم متفق منه، غيوصلنا للحقيقه ديال على انه كاين المكون، كاين الله اللي خلقنا وعطينا مسائل واحده اخرى باش نعرفوا بها سبحانه وتعالى، من غير على انه انا راه كنوض وكنتمشى وكناكل وكنضحك وكنش، لا كاينه مسائل واحده اخرى خصنا نشوفوها بمنظور اخر. الى غنهضر على الفنانه بصفه خاصه لاننا كنسمي لهم، وانا ماشي عليم ولا شيخ ولا شي واحد اللي غادي يهضر على كل شيء، ما يمكنش، انا نهضر فيما يخصني. الا كان فنان عطاه ربي هذه الدرجه هذه وعطاه ربي هذه الحظوه على انه كيمكن يقبض خشبه فيها وتيرات، سواء كانوا ميتاليك سواء كانوا ديال مصران بحال اللي كندير انا، ويخرج منها نغم، وداك النغم يحس به هو، يقدر يبكي معاه، يقدر يأثر به على الآخر ويتبورج هو، ويكون الآخر قدامه يقول له الله 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 على طريف، الله الله على جملة، اسمع 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 داكشي ديال يا سيدي، والله إلا بوشني هاد السيد هذا، لا 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 شي شي لا لا سيد واعر، هادشي خصو يتبعو ويقول الحمد لله اللي عطاني ربي هاد الإحساس، وبهاد الإحساس يا عبد الله، بهاد الإحساس خصني نتعلم أنا وكل واحد ناوي يتعلم الموسيقى أو لك يدير الموسيقى، بهذا الإحساس نتعلم ونعبد به الله، لا في صلاتنا ولا في صيامنا ولا في ميداننا اللي حنا كنشتغلوا فيه. ما توليش داكشي عندنا من ملك الشيء أهانه، هذا هو هذه مصيبتنا حنا البشر، من ملك الشيء أهانه، التعود التكرار والاجترار تيخلينا ننساو هاد العمق هذا وتنوليو بحال شي روبويات. يلا بسم الله سيدي، واحد جوج ثلاثة تا تاي تاراي تاراي راي تاي تاراي تارار راي، صافي ديرها اليوم وديرها غدا وديرها اليوم وديرها غدا، تي كيمشي بنادم، تي كيولي بنادم ناشف، تيمشي منو الإحساس. إلا مشى الإحساس إلا مشى الإحساس كيمشي كلشي، حيت عطاك الله ميزة على أنك تكون كتحس، بحال الأم عطاها الله ميزة على أنك تحس بولدها في غرق النعاس، ولدها كيبكي، ولدها ماشي هو دويتها كتنوض تلقى طالعة على السخانة، كتحس بيك بأن شي حاجة في تراك، كتعيطك في التليفون، ألو ياك لاباس، أنت راك عاد غادي دير شي إشكالية ولا شي، وداك في الطريق وسهيتي في السوكان وكنت كتهضر في التليفون، الله يسامح علينا، وداك المسألة اللي تنديرو الله يتجاوز علينا. هذيك راه مسائل كنديروها خايبه وكنقولوا ما شافناش البوليسي، وداك النهار كيجيب لنا استحقاقات وحده اخرى، غير الحافظ سبحانه وتعالى تيسلكنا. واوصي نفسي واوصيكم بالحذر في اي حركه غادي نديروها، اننا نكونوا حذرين وكنراعيو الله وكنراقبوا الله في اي تصريف،
لانه الا ما شافكش البوليسي ولا ما شافكش شي حد ولا ما شافكش باك ولا ما شافكش مراتك ولا ما شافكش خاك ولا ما شافكش المعلم، كاين الله اللي كيشوف كل شيء سبحانه وتعالى. نرجعوا لنشوف يد الفنان الوقيته اللي تيولي بالتكرار والاجترار يمكن ينشف، ولا نشف كطير كطير البركه. وماشي هادشي علاش بغينا الله نكونوا فنانة، بغينا الله نكونوا فنانة وخلقنا الله الفن إيه نحترفوه ونخدموه ونصوروا به الفلوس وندخلوا به السرور على الناس ونفرحوا الناس معنا، ولكن باش نعبدوه. لأن العمل إذا كان الموسيقي محترف العمل راه عبادة، وهذا موضوع كبير وغادي ندير له إن شاء الله شي إشارة في شي فيديو بوحدو خاص به، ديال أخلاقية الفنان وما يجب أن نتصف به. وأوصي نفسي من معاملات لا مع بعضياتنا ولا مع الجمهور ديالنا ولا مع لا كليونت اللي كتعيط لنا نخدمو عندها في ديورها. هذا موضوع خاص. إذا كان الفن بالنسبة لي أنا بالنسبة لعدد ديال الناس ولا عمل فهو ورقة بمستوى العبادة، والعبادة بلا روح والو حتى شي حاجة. الصلاة براسها إلا كنصليو خمسة ديال الوقات وتنطلعو نهبطو وتنطحو الأرض وتنوضو وتنسجدو وتنكدا شي هنايا، سيدي ربي راه ما وقفش على صلاتنا، ما وقف لا على صلاتي ولا على صلاتك. والله غني سبحانه وتعالى تجلى في ملكه، ويسبح له من السماء من في السماوات وما في الأرض. إلا غلط في الآية، اللي خلق الله كل شيء كيسبح له، لا من جماد ولا من حيوان ولا من أرواح طيبة ولا من الملائكة ولا من كل شيء كيسبح له. دونك خلو الله ما وقفش على شيء ديالنا حنا، والإنما أنا معطانا وأمرنا به يجب التعمق والتفكر والتدبر في هادشي اللي كندير. هذاك الحال باش ما نكونش بعد بزاف، انا ما بعدش، انا كان هي دائره واحده كندورو فيها، ولكن الحديث ذو شجون. هذاك الحال دليل على انك اولدي او لا ابنتي اللي كتعلمي الموسيقى شي حاجه، دليل على ان سيدي ربي عطاك شي حاجه زوينه خصك بيها تبعها وشوفها دون لو بون سونس، اكيد انك غتوصلك للحقيقه اللي على ود خلقينا كاملين، ان كل واحد عطى الله رساله في هاد الدنيا هادي خصو يحاول يديها لاكمل وجه ويقلب عليها ويعرفها شنو هي. منين يعرفها يتعلم ويقرا الميكانيزمات اللي تخليه ينجح في رسالته. وشكرا للإنصات ديالكم، إلى فيديو قادم إن شاء الله.